اخوتي المغاربه، انا كنيتي راشد السعديه، جيت اليوم بغا نحكي لكم واحد القصه ديالي انا واخوتي. عندنا واحد السكنه ديالنا، عندنا واحد الاراضي تاع الوالد الله يرحمه، تما فين تزدنا، تما فين خلقنا، تما فين كبرنا. تنتفاجئوا بالعم ديالي تيفك ديك الدار وتيدخل ليها. انا ما كنتش، انا ملي كنت تما ما كانش خوتي صغار مني دراوج ما قدروش عليه. اللي مشى ليه من عيط لي خويا قال لي راه سمعت راه فك الدار. قلت ليه سير مشى حرش عليه كلب عضو ورجع في حاله، ما خلاش يدخل ليها هذيك الساعه، دخل ليها البقر. بقيت انا قلت لي ما ديري حتى شي حاجه، ما تمشي حتى البلاصه، ما تلحقي لي، ما تقربي لي، انا غادي نجي. انا كنت في ايطاليا بلا اوراق 6 سنين وانا بلا اوراق، صيفطت اوراقي طلعت. كيف اي امراه تتحلم باش ترجع لبلادها ودي داكشي اللي قسم الله وتبني وتسكن. امشي تنتفاجئ بالسيد قال لي ما غاديش نرد عليكم، وسير فين بغيتي وانت كنتي حاسه براسك، انا اللي غنوري لك فين. قلت له هذا راجل كبير غير تيهدر، جا قدام الدار طاح الكلاب العسي ما خليناش ندخلوا ليها، صافي ما ضربنا حنا معاه ما والو، يعني هو بغى يموت. قال كان نموت قدامك، قلنا حنا ما غنقتلوك ما نلحقوك، حنا كاين القانون اللي غادي نديرو معاك. تواجهت القانون، مشيت اي حاجه تدير درتها، اي حاجه تدير درتها، ما اختلفنا، ما ضربنا، ما درنا حتى شي حاجه، داكشي سادين فوق قلوبنا وتنجريو. درت شكايه، مشيت درت المحامي، حبسته، كان تيصيف في ملكية، بغى يخرج ملكية ديالو بوحده، كان مشيت للمحافظه حبست البلاد، درت له تعرض حبستها. بقيت معاه 4 سنين دابا وحنا معاه، وهو قعد دابا في مصاب شي بلا، قال لك تعالى نعطيكم اللي بغيت، انا نعطيكم فين بغيت ونعطيكم اللي بغيت، ما بغيتوش ما غنعطيكم حتى شي حاجه. ابنا هو قشله حتى شي واحد مسوق له حافر بير، وحنا باقيين مشروكين، تيمشيو كاع مع البلاصه اللي فيها الطريق، على البلاصه اللي فيها الطريق. عمتي بيع عليه جوج خدامه دارهم على الطريق، واش ناضت تجي من الروضه وقالت لك تشد على الطريق. الجرده اللي كانت قدامنا اللي كانوا تنخرجوا عليها حقط عليها، دار عليها الشطب ولا ما عرفتش شنو، داكشي ما تلاش خلالناش حنا فين، قال لك شدوا لهاد الجيه هاد البلاصه، ما بغيتوش طلعوهم. قلت لي نديروا العبار، قال لك لا العبار ما بغاش يديروا. البلاصه اللي كانت هي اصلها طريق، دار فيها شارج تاع الماء، دار فيها شارج ديال الماء، ودارنا مني ما تلاصا من يدوز، دارنا ثاني الطريق وسط البلاد، وهذا الشيء كله خرج الجدارميه وشافوه. وانا تنطالب دابا من سيدنا، وقول لي غيشوف في حالنا، تنطالب من سيدنا وتنطالب من خوتي المغاربه، بغينا غير حقنا، راه ما بغينا والو، رحنا تندوبوا نهار على نهار. هاد السيد ما عرفناش حنا شنو ناوي وشنو باغي، علاش واحد حقه تيمشي قدامه؟ حنا راه صابرين حاليا، صابرين 4 سنين وحنا صابرين، وانا مدرقين وتنعورطو ومدرقين وتنديرو في الاجراءات اللي خاصها دير. ما عرفناش حنا دابا هاد السيد شنو هو هو، عندي الاوراق، عندي الشكايات اللي درت به شكايات وعم تيتقبلوش، علاش ما يتقبلوش الشكايات توعي؟ تعرض الجنسي وبغى يضربني بالطوموبيل، مشيت بغا نشكي به ما تقبلتش الشكايه تاعتي، ما عرفتش شنو غادي ندير. انا دابا تنطالب من سيدنا والمغاربه والحموشي يشوف فينا، حنا يعطينا حقنا، حنا بغينا غير حقنا ما بغينا والو. واش هذاك السيد دارنا السكنه اللي تخلقنا فيها وتزدنا فيها ما تليناش قدرنا ندوزو عليه، ما تليناش قدرنا ندخلو ليها، رحنا عيينا واليوم تناشدو ما خرجنا للاعلام الا بغينا حقنا بسلامه، راه ما بغيناش حنا الفوضى ولا بغينا المداحسه. وقوم مجد الكلام، مجد العصي، الا قربتي لتما يطيح يجرح راسه ويمشي يدير شهاده طبيه يجي يصيفطنا، هذه هي الخدمه عنده هو ومعروف هو تما وشكون هو. صافي هذا الشيء اللي كاين عندنا حنا، واليوم تنطالبوا بحقنا، تنطالبوا بحقنا. هو دابا حنا نجريو في الشموشات، نجريو في البرودات، هو جالس ساقي واكل شارب ما باغيش يقسم. علاش هذيك القسمه اللي ما بغاش يديرها معانا؟ بغا نعرفوا حنا علاش، حيت هذيك حيت البلاصه ديالنا حنا، البلاصه اللي كنا تنخرجوا وتندخلوا عليها داها، الدار داها، اشنو خلى؟ ما خلى والو، خلى واحد سميتو اللور، حبسنا شد من قدام ومن اللور وحبسنا. بتبيعوا لي تعالوا بيعوا، بغيتوا هذاك الشيء تشدوه شدوه وسكتوا، تيستغلها تيسرح فيها تيدير فيها اي حاجه. وحنا دابا تنطالبوا من سيدنا ومن خوتي المغاربه ومن شي مسؤول، تنطالبوا من شي مسؤول ومن خوتي المغاربه يشوفوا من حالنا، رحنا عيينا. انا راه نهار على نهار تنموت، راه صافي ما بقاش عندي جد باش نهضر، بقيت نهضر تسخفت. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي.